الله الله. البيت ده بقى بيت انا، وحشيل الجنزير ده وحدخله دلوقتي. وشرف امي يا مجدي لو عملت كده، لا تعيدك. اهلا اهلا يا هاني. ممكن اقعد؟ من ساعة ما صالح سافر والحزن بعينك كده. فراغ الأخ الكبير ما يسدش غير الأخ الكبير نفسه. أنت من يوم ما عملت الحادثة صدقني كأن أنا اللي وقعت. لوزر يا حسين لوزر. طب والله لو هيلاقي سعادته مع واحدة تانية والله أنا اللي هجوزه. فؤاد مسنود عليك، ما تشيلش كلك من تحته فجأة. أنا كده كده راجع مصر، حتى لو خسرت فلوسي، حتى لو خسرت أخندق فؤاد. أنا هروح وأتفاهم معاه وإن شاء الله هرجعه. ايه رايك ما تيجي معايا وتبقى جميله؟ لا طبعا هو اللي يجي. ايه الاخبار؟ ايه بنت ايه الاخبار؟ طيب جبت لكم فراخ مشويه، خدي اكلي جوزك. بيت بيتك يا سليمان، بقى هنسيبكم شويه مع بعض كده كله. يوم لا 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 ما تنزلوش. ما ننزلش ازاي؟ انا هعدي عليك بكره ان شاء الله. اخوكم بقى اتفرجوا على الارض الجديده. انت وهند ونوسة. مش يمكن هند مش عايزة تتشوح؟ كلام ايه يا عم الحاج اللي بتقوله ده؟ قال يا بنت مش عايزة تيجي تشوف الارض الجديدة؟ الارض الجديدة. هروح. هتروحي ايه؟ طب اقول لك ايه؟ ما تيجي ناكل معاهم مرة واحدة. يلا. نجيب لكم فراخ مشوية وممبار وورق عنب. يلا يلا يلا. يلا سليمان. يلا ربنا يعوض عليك. افتح. شيل البتاعة دي من هنا. افتح كده بيت بيت. افتح. اقعد يا نوسة. طب اقعد جنب مراتك انت، اقعد جنب مراتك. اقعد اقعد اقعد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نافع برضه في ذوقك. ما تفتحها يا نوسة اهو. يلا. علي علي انت ايه اللي مقعدك هنا؟ انا اصلا النهارده اخدت اجازه من الشغل. ليه؟ خدت اجازه من الشغل ليه؟ مش وقته يا علي، هو انا جايلي ضيوف بعد شويه. وبعدين تسيب شغلك ليه؟ هنا كل واحد لازم يشتغل. أنا هنزل الشغل بكرة، بس خليني قاعد النهاردة لحسن حاسس إن أنا جسمي فاضي. طب خد. حاضر أنا هلبس وأنزل. حاضر. بعدين بقى. بس شفت يا عامر؟ الولية شافتني حبتني موت، بس الولية دي واضح إنها عندها حالة نفسية في دماغها، وأول ما شافتك هيصت مجنونة. أنا قلت برضه الحكاية فيها إن مش معقولة هتغير دماغها كده في يوم. بقول لك إيه، أنا عارف إن أنت بتحب صبري وأمها مجنونة ومش موافقة، فأنت إيه رأيك نفك زنقة دلوقتي، تاخد لك فردة فلبيني زي اللي معايا كده، قصيرة حلوة كده، عينيها ضيقة، بس إيه هتلاقيها مفروك في الشقة. يا عم أنت بلا فلبينية بلا إندونيسية. وبعدين فين البدلة يالا اللي قلتلك تجيبها؟ بدلة؟ البدلة اصل انا كنت مستعجل وبعدين بسرعة بقى مشيت. توه توه. طب فين ال 500 دولار يالا؟ 500 دولار ايه؟ ما هو ايه دي ب 500 دولار؟ لا السيجار مش ب 500، الباقي مسحت بيه الجزمة. صدق بقى اخوك صالح كان عنده حق. انا لو كنت خدت كرسي بلاستيك معايا كان احسن منك. اسكت بقى اسكت بقى. أنا عايز أقول لك الولية مش راضية. هي الدنيا كده، ما تزعلش نفسك. تصدق أنا كنت فاكر إن أنا أقوى واحد في الدنيا وأذكى واحد في العالم، وفجأة تتفاجئ كده إن أنت أضعف واحد في الدنيا وأغبى واحد في الدنيا، قشاية ريشة تافهة. فعلا الإنسان ضعيف. كنت فاكر نفسي وادي الجنة وادي حسين.
ان البال بقى بتلمع تحتي وكده. معنى انا مش عايز حد تاني خالص، صابرين بس هي اللي عايزها. طيب معلش يعني انا اسف، يعني ما اللي خلق صابرين خلق غيرها، بس انا ما بحبش غير صابرين ومش عايز غيرها. دي الوحيده اللي بتحن عليا لما كنت تعبان، هي اللي بتطبطب عليا يا حسين. كانت يا عامر. وخلاص، ايه رايك انت تحاول تنساها وتشوف واحده تانية تكمل معاها؟ مش عارف اكمل غير مع صابرين. صابرين مالت حياتي كلها، انا كنت تايه عايش الدنيا بالطول والعرض، ماشي كده في سكه كده ملهاش اخر. اول ما عرفتها الدنيا حلوت بقى لها الوان، كاني كنت عايش ابيض واسود والله العظيم. فجاه حسيت ان انا عندي هدف، عندي سكه ماشي فيها. فجاه كل ده بخ، كل ده راح مني عشان امها رافضه. بس بقى حرام عليك بقى يا ابني اللي بتعمله في نفسك. انت ايه؟ هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ خطوبه وتقدمت لها مرتين امها المجنونه طردتك. يعني البنت تشيل عقد امها، ابوها يطلع عين امها قبل ما يموت، والبنت تتعقد منها. خلاص انا لقيتها، انت تنتحر. نعم. او مش انت بتحب البنت؟ اه. البنت بتحبك؟ اي. البنت قصر؟ لا. حلو، يبقى تخطفها وتتجوزها غصب عن التخين. تفتكر؟ اهلا، الحمد لله على السلامه. مع السلامه. ايه الاخبار؟ قول لي اخبار ايه يا عم؟ اخبار ايه؟ تعال اقعد احكي لي، قول لي اللي حصل. ايه تعال يا عم اقعد يا ابني. ايه صمت الحملان ده هيفضل كتير ولا ايه؟ في ايه؟ مالك؟ احكي احكي. ايه؟ الله، هتصيع عليا انا يا علي؟ اصيع عليك في يا ابني؟ ما تفهمني، ما انا شفتها. يا مين دي؟ شفتها في شركة البترول اللي بيشتغل فيه. وانت ايه اللي وداك؟ يمكن اشتغل في الشركة دي يا اخي. وعلى فكرة بقى الست دي مش سهل، وانا قلت لك بقى ورزي على الله. واحدة زي الخواجية دي اكيد بتقبض قد كده. يا اخي بطل نقي بقى. في ايه يا علي؟ راح في ايه؟ في ايه يا عمرو؟ سيبه يا عم، خليه في الدنيا لا تقلب عليه ويرجع لوجع القلب تاني. يا اخي خلي عندك دم، عيب كده. ما تستلم نفسك يالا. بقول لك ايه، انت لما تتكلم على الست دي تتكلم باحترام وبادب، انت فاهم ولا لا؟ كون في معلومكم، الست دي هتبقى مراتي. ايه يا علي مالك بقيت متعصب كده ليه؟ ايوه هتبقى مراتي، فاهم يا عمرو؟ يا عم ما احنا طول عمرنا بنحكي على بعض وبنضحك على مشاكلنا، ايه اللي جد يعني؟ يا عم انا ما عنديش مشاكل. مبروك، الف مبروك، الله يبارك فيه. المجتمع ما بيبصش للشباب، المجتمع بيبص للفساد والانحلال والرذيلة. امشي في الشارع او ادخل اي دكان هتلاقي البنات لابسه لبس الرجالة والرجالة لابسه لبس النسوان، والشيشة في بق كل واحد فيهم، والشباب مفلس وما معهوش. يرضي مين ده؟ عشان نجده لازم نرجع للدين الأصلي، نرجع لكلام الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب، هو أصل الدين وحجته. الشيخ عبد الوهاب وابن تيمية هم دول عمدان الدين وأساسه، هم دول اللي في عقيدتهم إجابة لكل سؤال يخطر على بالك يا ماهر. أنا خايف أكون رايح في حتة غلط.
وفي نفس الوقت زهقت من اللي انا بعمله. انا حاسس ان انا تايه في ملعب كبير. انا عايش ليه ورايح فين؟ لما هموت هخش الجنه ولا النار؟ معانا هتدخل الجنه وتبقى من اهل الخير. طب انا محتاج اعمل ايه طيب عشان ابقى من اهل الخير؟ تبقى معانا. تبقى معانا ان شاء الله. ماهر عندكم؟ اوعى ايدي، اوعى ايدي يا امشي كده يا ماهر. لو ما عرفش يربيك انا هربيك. اوعى ايدي بقول. خشي. الله 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 الله. في ايه يا ماهر؟ في ايه؟ ما تلمي مراتك يا اخي، دايره ورايا في السوق المفروشه. لو انت وقت الجد بلح انا هربيها لك. يا عم لا بلح ولا جوافه، انا بطلت اتدخل بينها وبين اخواتها. معلش بينوسه ما سمعتنيش قليل، وانا مش عايز اتجنن واسيبها لكم بعيالها. يا ماهر يا ماهر اديك شايف انا شقيان ومكفي على المكوى ليل نهار. انا تعبت والله، اعمل لكم ايه في قصتكم دي؟ اه لو ابوك الله يرحمه كان عايش كان زغرط لو عرف ان احنا عايزين نكبر الدكان وناخد الدكان اللي جنبينا. غلطت انا بقى في ايه لما طلبت المساعده؟ اه مش كله عشانكم وعشان مستقبلكم؟ ما غلطتش يا حبيبي. بقول لك ايه بقى يا ماهر، تروح لاخويا تقول لاختك نوسة ان احنا عايزين نكبر المكان مش عايزين نفترق. سامع ولا لا؟ يلا. اهو ماهر طلع بلح. وانت اياكي تعتيبي شقه الطلبه لوحدك، اجي معاك. بتهزر انت كمان يا سمير؟ اه بهزر يا نوبه. ما هزرش ليه؟ يا بنت ما هزرش ليه؟ الله حبيبكم يا اخويا. هنا الشركه بقى هنا، ونبني البيت هنا، اعمل لي دورين لوحدي، دوبلكس. دوبلكس ايه يا صالح اللي هتعملها لي في الصحراء؟ انا مش فاهمه، يعني انت سايب القاهره كلها وجاي تاخد لي ارض في الصحراء؟ صحراء ايه بس يا هند؟ بدل في اسفلت يا ماما وكهرباء هتبقى عمار. دي نقطه. بالله ما شاء الله، الله اكبر يا صالح، جميله. هواها بحري وترد الروح. صح كده؟ حلو قوي. ايه رايك يا بيت؟ مش عارفه يا صالح، بصراحه انا مش مقتنعه. يعني ماشي انا معاك، اعمل مشروع الثلاجات اللي انت عايزه، بس يكون في حته عماره. يا هند تقول لك عماره. هند صالح عاوز يوسع شركه وعاوز يعمل شركه نقل كمان. لعلمك يا هند، متر الارض في اي حته عمار هيعدي ال 10000 جنيه واكتر. انما هنا لقطه. 10 فدانين هنا نعمل عليهم شركه الشاحن، نعمل علينا البيت بتاعنا، نعمل ثلاجات. حاجه حلوه تفرح القلب. بالظبط، بس بقول لك ايه، لازم نروح حقيقه نسال لو الارض دي ما اتباعتش. لا اكيد ما اتباعتش، بدل اليافطه دي موجوده يبقى ما اتباعتش. انت عارف لو اتباعت كانوا مسحوها مثلا وكتبوا عليها سليمان. لا لا صالح، اسمه ايه؟ صالح افهم بس. كارلوس. كارلوس سليمان كارلوس. يا صالح في 1000 واحد بيعدوا من المكان ده وبيشوفوا اليافطه، يعني وارد جدا انها اتباعت. يا شيخه ما اتباعتش ان شاء الله، ما اتباعتش. طول عمرك نكد من وانت صغير، تحب العياط والنكد. انت بتضحك على ايه؟ عشان لو جيت على الوجيع. على فكره انا كلامي صح، انا بقول لك كده عشان ما تتصدمش. فعلا في 1,000,000 واحد بيعدوا من هنا. ان شاء الله ان شاء الله ما اتباعتش. يلا نروح على الهيكل. يا رب تبقى اتباعت. شيخه بعد الشر. يلا هند. يلا بس. يلا سليمان. يلا. من وهي صغيره تحب الغم والنكد. اه والله بس غم ايه؟ انا بقول لك الحقيقه، انت شايف اليافطه؟ يا ماما ما تبعتش ان شاء الله ما تبعتش. مشواري هد الحيل. انت اصلا مش حابه الموضوع من اصله. مالكش دعوه انت يا سلمان بموضوع السحر ده، مالنا احنا ومال السحر والكلام الفاضي ده. ايوه بس على فكره انت عارفه كويس ان اللي بيعمله صالح ده صح، هو نيته صحيحه وعاوز يعمل حاجه عشانكو كلكو. عشان كلنا ده على اساس ان انا سواق انا كمان. لا طبعا يا سلمان، صالح بيعمل المشروع ده عشان هو واخواته، ربنا يسهل لهم. انما احنا بقى يا حبيبي ان شاء الله هنبقى في كندا. كندا برضو كندا. لا اله الا الله، يعني انت اللي زعلانه دلوقتي؟ ده انا اللي المفروض اطقع صبري. دي تاني مره اترفض، شكلي بقى كوبايه بلاستيك قدام الناس. ما انا عارفه يا عامر، ده اللي قهرني انه مش في ايدي اعمل اي حاجه. ده
طب وبعدين اخرتها ايه؟ مش عارفة، مش عارفة افكر اصلا. كل اللي فكرت فيه امبارح ان انا اموت نفسي وارتاح خلاص. بعيد الشر عليك يا شيخ، هتفكري فيها طيب؟ شوف ايه اللي هيحصل لو انت جرالك حاجة. ما انا مش عارفة افكر غير فيك اصلا، مش شايفاك بتعمل عليك وزيادة كمان، بس مش عايزة اربطك فيا اكتر من كده. وماما مش هتقبل طالما شايفاك طب الاصل عن بابا، ده مضايقني جدا. يعني امضي على نفسي شيكات ولا اكتب على نفسي تعهد ان انا مش شبه ابوكي ومش عامل حاجه من اللي بيعملها؟ برضه مش هتقتنع ماما وانا عارفاها. طب والحل يا صابرين بقى؟ الحل عندك انت. عندنا؟ اه. قصدك ايه؟ قصدي ان انا بحلك من اي ارتباط ما بيننا، ما ينفعش تستنى اكتر من كده. روح شوف حياتك واتجوز وجيب عيال وانبسط، خلاص كفايه كده. يعني ده الحل اللي عندك يا صابرين؟ هو انت عندك حل تاني؟ ايوه عندي حل تاني، نتجوز. ايه؟ قصدك من ورا ماما؟ ايوه نتجوز من ورا ماما، احنا ناقصنا ايه؟ بنحب بعض، والشقه موجوده والعفش جواه، والشغل موجود والحمد لله. مش ناقص ان احنا نتجوز. نتجوز ونحطها قدام الامر الواقع. ايه اللي هيحصل يعني؟ هتزعل؟ يوم، اتنين، شهر؟ في الاخر هتتبسط وتبقى مبسوطه جدا 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 لما تشوف بنتها سعيد. حبيبتي أي أم في الدنيا عايزة تشوف بنتها مبسوطة وخلاص. فكرت كويس يا صابرين في الموضوع ده، إن ده الحل الوحيد اللي قدامي. بس ماما ممكن تموت فيها. أمك هتموت من الفرحة لما تشوفك مبسوطة. حبيبتي مش هينفع غير كده، فكرت كويس. وأنا هفضل مستنيكي طول العمر. ايوه صالح، انا كنت بغرش العربيه. ما انا لازم اتمم على كل حاجه وبعد كده اسلم العربيه واروح. لا كويس بقى، كويس معايا من دول الحمد لله. اه والله الحمد لله تمام. لا 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 تمام، مفيش اي مشاكل في الشغل. بقول لك ايه يا صالح، النبي صالح بطل تتكلم معايا على اني مدمن وجدديها، عشان الحكايه دي بتوجعني. لا صالح انا بطلت. ايوه بطلت، انا مش بكدب عليك. طب ده يوم الهنا والمنى. عندي ليك خبر حلو هيفرحك. لقيت الارض اللي احنا كنا بندور عليها. ارض؟ اه ارض، الارض. مبروك مبروك يا صالح. الله يبارك فيك يا حبيبي. لا لسه ما اشتريتهاش. اه بس ارض حلوه قوي يا علي، 10 فدادين وواجهه 500 متر، حاجه تفرح. ينفع عليها بقى شركة الشحن وتلاجة ونبني عمارة أو فيلا زي ما احنا عايزين. مبروك يا صالح، ألف مبروك حبيبي. صالح شوية فلوس فضة هي عشان رزقك يوسع ويزيد. ايه مش باني؟ ربنا يبارك لك فيها. تفكرتوني بأمي والله. جيب لك مية؟ هاتي مية. رأيك يا هند؟ حلوة يا صالح. يا رب تبقى فتحة خير عليك يا صالح. إن شاء الله. بس كفاية بقى سبتت. لا جامد قوي جامد. مبروك. مبروك يا هند. مبروك يا صالح. لو كنت تكتب وهند. صالح ابو ضيف وهند. هو صالح ابو ضيف هو ايه؟ ايوه ايوه. صالح صباح الفل. انت لسه ما لبستش؟ ما هو
هو لسه بدري. بدري ايه يا عم؟ المصالح الحكوميه لازم تروح لها بدري عشان تحجز دور. حاضر. يلا. هلبس. يلا يلا يلا. يا ابو سهيل عرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولي. ازيك يا فشوق؟ حبيبي. انت يا شوق يعني ما زهقش من النفخ في الكوبايات ديت ولا قاعد قصاد الفرن؟ صنعتي وبحبها يا دولي ورثتها عن ابويا وجدي. اللي سمعك بتقول كده كأنك بتتكلم زي الفنانين التشكيليين اللي هم بيظهروا في التلفزيون دول، عارفهم ولا؟ ايوه يا اخي عارفهم، وانا فنان تشكيلي اثبت لك. بص كده، بص بص، اتأمل الكوبايه، شوفها، شوف كده كوبايه معقول صنع اي كلام. صنع اي كلام ايه؟ اقول لك على حاجه، عارف العوج اللي في الكوبايه ده هو اللي بيزود سعرها، بيخلي الكوبايه دي احسن من الصيني والتركي. ارقعك يا دولي، الكوبايه دي اللي مش عاجباك اهي خلاص، سيبني بقى في القرف اللي انا فيه. رشاو فيها قاعد على المنظر معايا. ده انت اجدع صناعي، ده انت ايدك تلف حرير، هو في زيك؟ وبعدين انت جايب لك خبر حلو. خبر ايه حلو؟ انا مضيت العقد بتاع الارض. وربنا يا دولي مبروك يا صاحبي. الله يبارك فيك. وريني كده. امس كان نفسي حد من طرفنا كده يقف اعصى غروطه تهز الحطابه. اسمع يا انا عايز ايدك في ايدي وتقف في ظهري، عايزين نكبر المشروع ده. نفسي شركه الدولي للشحن تبقى اكبر شركه موجوده في مصر. باذنك يا رب مش هسيبك يا دولي، وهكون جنبك وفي ظهرك كمان لحد ما نقوم الشركه دي وتبقى شركه الدولي للشحن. من كان على الزغروطه اهي. حلاوتك يا مشوق. ايوه كده، فك وسيبك من الكابه، اللي جاي لينا جاي المستقبل ليا انا وانت واخواتي. حبيبي مشوق على بركه الله يا حبيبي. شغلنا بقى حشيشه ديت نشرب حجر معسل. خلايا الاثنين، خلي بقى العادي ده معاك كده. ايه استنى ثانيه، ما تغير الحجر يا جدع، وبعدين اشوف شاي. هجيب لك ايه؟ غير الحجر ونجيب ايه؟ شويه ايه شاي ونظبط الدنيا كلها. شيرين ازيك يا حبيبتي؟ ايه في ايه؟ حد يقابل حبيبه وهو مكشر كده؟ فين يا بنت الضحكه الحلوه؟ اتاخرت قوي يا صالح. اتاخرت ده ايه؟ ده انا لسه واصل مصر ما بقاليش ساعه، يا دوب ركنت العربيه وجيت لك طوالي. انت بقالك شهرين. ايوه شهرين بشتغل، هو انا كنت بلعب 20؟ شهرين وانت بعيد عني. من يوم ما مشيت وانا كل يوم باجي هنا اقعد لوحدي مستنياك. ايه العبط ده؟ وايه اللي يجيبك لوحدك؟ افرض حد عكسك. ما انا كل يوم بفتكر ان الميعاد النهارده، يطلع مش النهارده، افضل اعيط بقى لحد ما يبان لي صح. زي انغام كده، تلج ساح في كاس الليمون بقاله ساعات، بحب الرومانسيه. بس يا بت كده انت تموتي مني. ومين قال لك ان مش ميت؟ بقيت الشر عنك يا شيرين، ان شاء الله اللي يكرهوكي. ورحمه ابوك وامك يا صالح، انا ميته وانت اللي بتصحيني. الدنيا من غيرك ملهاش لازمه. بقول لك ايه؟ انا مش حامل الكلام ده، واحده واحده عليا، لا موت منك انا. بعد الشر عنك، ربنا يخليك لاخواتك وليا. ما تحرمش منك، وحشتيني قوي. عندي ليك خبر بمليون جنيه. ايه قول؟ دخلتك الجمعة الجاية. الجمعة الجاية؟ ده قريب قوي. واحنا لحقنا نعمل العفش؟ لا، ما انا هنزل دمياط اجيب العفش على الجاهز، واجيب لك احلى حاجة كمان. انا واخد اجازة شهر ونص، مش عايز ضيع ساعة وانا بعيد عنك. بحبك يا صالح، يا ارجل من الرجولة. وانا كمان يا ست الستات. خلاص هانت، اتحكي بقى. انت اللي ضحكتك شمس ونور. وبصيتك ليا بتطمني زي ما تكون ابويا واخويا وعيلتي اللي انا ما شفتهاش. وجوزك يا بت، اما انا اجيب لك شويه حاجات على مزاج مزاجك. جبت لك شاشه بنت حرام تتعلق على الحيطه كده وكلمه، وجبت لك بطانيه كده برقين عشان لما نبرد يعني نتدفى، وجبت لك كاسيت برضه عشان نسمع ورده كده، والامر بيخلاش. انا بس فاضل لي حاجه واحده بس، عايزك تجاوبني عليها وتريح قلبي. تتأمري من ايام دي قبل الايام دي؟ اشمعنى انا يا صالح؟ ما الحته مليانه بنات واحلى مني كمان. احنا عندنا بنات في الحته؟ انا ما بشوفش غيرك وما بحبش غيرك انت. ربنا يقدرني ويسعدك، انا بحبك يا شيرين. كان نفسي تبقي معايا يا شيرين. الارض بقت ملكنا خلاص. وانت يابا هحقق حلمك، هعمل شركه كبيره واسميها شركه الدولي واخواته للشحن، وهبني جنبها بيت اجمع فيه اخواتي كلهم. يا ابو الشوق
فين الشاي يا عم وحجر المعسل؟ يعني انت جبت لنفسك الكبيره وجبتني انا الصغيره شربتها وسكت، قعدت ترغي ومش فاهم منك حاجه. لا بقى ده كده كتير. بص يا ابني، انت عملت ايه مع صابرين؟ فتحتها في الموضوع بتاع ان انا اتجوزها من ورا امها. حلو، ده نقفشها بقى دي. اه وهي ايه بقى، وفت؟ بتفكر. لا كتير كتير كده، بتفكر في ايه؟ بص يا ابني بقى، اما ترسل انت وهي على حل وعلى بر، ابعت لك اجيب لك بقى المأذون والشهود. تصدق بقى ان انا غلطان ان انا جاي افضفض مع واحد زيك؟ ما انت بتقول اي كلام يا عامر بقى وما عملتش حاجه اصلا. انت مفيش منك لازمه يا ابني. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تجيب 500 دولار. بتوع يا اخويا؟ بتوع المأذون والشهود، مش هجوزك؟ اه نصب تاني؟ لا بقى يا حبيبي، لما تبقى جاي تفكر ابقى اجي لك. سلام. هات 200. طيب عامر اي حاجه. طيب ده بقى اللي اوت بتاع المشروع كله. احنا هنبني تقريبا على مساحه 40% من مساحه الارض، الباقي ده كله هيبقى ارض زراعيه، وهنعمل لك جناين ولاندسكيب وشغل عالمي. هنا بقى المنطقه دي هنحط فيها الثلاجات والجراج بتاع عربيات النقل اللي انت عايزه والكونتينرات. تمام؟ حلوه قوي، حلوه قوي. ايه رايك صالح؟ رايي في ايه؟ يا خساره الاسبوع اللي ضاع على الفاضي. ايه اللي انت عامله ده؟ ليه بس كده يا معلم؟ انت مستغربني يا باشمهندس؟ لاندسكيب ايه يا عم الحاج؟ وانا اعمل منتجع ولا هعمل نادي؟ بقول لك اعمل شركه شحن عربيات نقل. اللي انت عامله ده كلام فاضي. اسبوع عشان ترسم لي رسمه على الورق، هم انا موقف عشان تعمل لي المشروع بقى وتبنيه على ارض الواقع. هتقعد ايه 10 سنين يا معلم؟ الرسمه دي اهم حاجه، هي المشروع نفسه اصلا. اقسم بالله الرسمه دي ما تتسوعش عندي بشلم حتى. تقصد ايه يعني يا معلم؟ مش فاهم. ما قصدهوش حاجه. عايز يا عم سليمان؟ لا قصدي ايه يا عم، مش ده اللي انا عايزه. الله كده يا معلم، الاسلوب ده احنا مش هينفع نكمل مع بعض بصراحه. طب استنى استنى انت، انا الشغل بتاعك اللي انت عامله دوت، انا مش فاهمه شويه شخبطه بالنسبه لي. انا عايز حاجه مجسمه اشوف الشغل قصاد عيني. شعب حاجه شبه كده، ده زي كده مجسم، ابقى عارف فين هدخل بالعربيه اركن فين. انت عايز ماكيت يعني؟ ايوه يا عم، عايزين حته ماكيته دي. يا عم الماكيت ده مكلف جدا. وانت هتدفع حاجه من جيبك لمؤاخذه؟ احنا عاوزين ماكيت. خلاص نعمل ماكيت. خلاص نعمل ماكيت. يتعمل الماكيت. انا شوف بقى، انت بتعمل شركه الشحن، العربيه لازم تدخل تركن، اعرف اخزن فين، فين الثلاجه فين، اشوف بعناية قبل ما اقول اه او لا. هو لازم يشوف كل حاجه قدامه على الطبيعه وبعد كده يوافق عليها. نعمل لك اللي انت عايزه. بس خلاص خلاص، احنا كده متفقين، عاوزين ماكيت وكل حاجه تبقى ظاهره فيه. ماشي. هتعرف تعمله؟ هنعمله يا معلم، هنعمله، ده شغلنا. بس خلاص على البركه.